جزاكم الله خيرا. هل يجوز الدعاء في الركوع بعد أن تقول سبحان ربي العظيم كما في السجود؟ وإذا كان لا يجوز فهل على من نسي ودعا في الركوع سجود سهو؟ يجوز الدعاء في الركوع بعد ما يقول سبحان ربي العظيم، ولكن الدعاء في السجود أفضل وآكد، وإلا فهو جائز في الركوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، كان يدعو في ركوعه ويقول اللهم اغفر لي. نعم.